السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا تلاميذ الأعزاء والأكارم، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. بالنسبة لطلبتي في يعني السنة الثانية ثانوي، يا جماعة النصوص المرجحة هي يا إما شعر الوصف يا إما شعر رثاء الممالك والمدن. هنا شعر الوصف نسميه وصف الطبيعة الأندلسية، واضح؟ هنا هادو اللي راهم في الوحدات هادو، أما ما سبق كله موجود في القناة، اللي هو شعر اجتماعي، شعر الزهد، شعر الاجتماعي، وشعر الزهد، وشعر الحكمة، هذه كلها موجودة في القناة. الآن أنا على أي شيء أركز؟ أولا كيف نعرف الغرض الشعري؟ واضح، يصف طبيعة الأندلس الخلابة، واضح، تلقى مظاهر الوصف. لكي يجيك السؤال، لأي غرض ينتمي النص؟ أنت واضح راح تقول لي في الجواب ينتمي لغرض وصف الطبيعة الأندلسية. وهو غرض يبين فيه الشاعر جمال منظر طبيعي. شوف، قادر برك واحد السؤال هام ومهم يا جماعة، قادر يقول لك بما استهل الشاعر أبياته. هنا غالبا تشوف البيت الأول يا جماعة، قادر يستهل بنداء، قادر يستهل، المهم غالبا يستهل بتعجب، يقول استهله بتعجب. صح، لا تقولوني ما لم أقل. إذا لقيت تعجب أين يقول لله دره، ما أجمله، يا لجماله، معناتها ألفاظ تحس أنه علامة التعجب موجودة. هنا تقول تعجب، قادر يبدأ بنداء يبين من خلاله تعجبه واندهاشه، واضح. هنا النمط راح يكون أكيد هو النمط الوصفي، بما أنه مراجعة راني نراجع لكم على السريع. النمط الوصفي، هنا العاطفة مش راح تكون يا جماعة، عاطفة دهشة واستغراب، عاطفة تعظيم لهذا المنظر، واضح. هذه فيما يخص إذا قال ما عاطفة الشاعر، ما الوحدة المسيطرة على النص، ما الوحدة المسيطرة على النص، واش راح تكون جماعة وحدة موضوعية، واش راح تشرح حيث دار النص حول موضوع واحد، صح. أبرز شعرائه عندك يا جماعة، ما تنسوش ابن خفاجة، صح، وابن الأنبار وغيره من الشعراء. لذلك قلت لكم ما كانش عندنا شاعر في البرنامج يتكلم في غرض شعري واحد، قادر تلقاه هنا وتلقاه في رثاء الممالك والمدن. نمشو هنا رثاء الممالك والمدن، أول فكرة تركز عليها لو كان يجيك السؤال ما الفرق بين الرثاء قديما وفي عصر الأندلسي. عصر الأندلسي هنا يا جماعة مش راح يكون الفرق، الفرق هو أن الرثاء قديما كان بكاء على الشخص الميت، وفي العصر الأندلسي ماذا أصبح؟ أصبح ماذا أصبح الرثاء يا جماعة؟ البكاء على المدن المفقودة، خاصة مدن الأندلس. قادر يقول لك ما أسباب ظهوره؟ أسباب ظهوره نكبة الأندلس كانت سببا وجيها، لذلك عندك حزن الشعراء على المدن المفقودة، عندك الدعوة إلى
استرجاع الأمجاد. يعني استرجاع لمجد الضائع. واضح، هذه أهم 3 أسباب. لو كان يقول لك النمط، النمط هنا يا جماعة غالبا راح يكون النمط الغالب الوصفي، والخادم له في الدرجة الثانية السردي. الوصفي يكون غالبا، غالبا الوصفي. علاش؟ لأن الشاعر يبين حزنه على فقدان المدينة. واضح. هنا قادر يجيك هنا السؤال، هل حزن الشاعر جماعي أم فردي؟ هذا إذا ما فهمتش السؤال باين راح يكون جماعي، لأن الشاعر مش يحزن وحده، وإنما يدعو العرب أن يحزنوا على أمجادهم. هو حزن جماعي لأن الشاعر يعبر عن حال أمته. واضح، مش يعبر على نفسه برك، وهذا انتبهوا له جيدا. واضح يا جماعة، بقية يعني الوضعيات إلى آخره كلها موجودة في القناة، تابعوها حتى تفيدكم بإذن الله. متفقين؟ هذا انتبهوا له جيدا، انتبهوا لهذا الأمر، وإن شاء الله يا جماعة فيها خير كثير. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح من الساعة الثانية تماما. هذه جماعة ما تبقى من ماذا؟ دروس القواعد. صح، القواعد يا جماعة لا تذهب دون الصور البيانية. هذه مهمة جدا. زيد 2، لا تذهب دون المحسنات البديعية، وتجدونها في القناة. واضح. أيضا درس خاص بالسنة الثانية ثانوي، جواز تأنيث العامل، وهذا ضروري جدا، راه موجود في القناة، وضعته حديثا إن شاء الله يفيدكم مفصل تفصيلا. أيضا ما تنسوش واحد السؤال تاع القرائن اللغوية. لما يسألون على القرائن اللغوية اللي هي مظاهر الاتساق، انت واش راح تحدد لهم؟ النص، حروف العطف، وتجيب مثال عليها. حروف الجر، وتجيب مثال عليها. الضمائر، وتجيب مثال أسماء الإشارة، وتأتي بمثال أسماء الشرط. صح، دائما راهم يطلبوا منكم وما هو دورها، يعني ما يسموها القرائن اللغوية مظاهر الاتساق الروابط اللغوية، أي تسمية واحدة. دورها دائما لازم تحفظ هذه، تحقيق الاتساق والانسجام، في النص عن طريق الربط والإحالة على المعاني. هذه الإحالة تديرها بركي لو كان حددت لي معاهم اسم إشارة أو ضمير أو اسم إشارة أو اسم موصول اللي هو الذي والتي. فهمت؟ هذه أسماء موصولة، هذه اللي تحقق لي حالة، هذه 3. أما إذا ما ذكرتهمش ما تحددهمش. خلاص، دائما هذه انتبهوا لها، القراءة اللغوية. ماذا أضيف لكم أيضا؟ البناء اللغوي. بقية الدروس كلها موجودة في القناة، فقط ابحث عن عنوان الدرس، اكتب معه اسمي، وإن شاء الله فيها خير. السلام عليكم.